كنا بنتكلم يا دكتور محمود على كروش والوضع اللي احنا وصلنا له، وانت اميل لانك انت يبقى عندك مشروع للفتره اللي جايه. انا رايي ان احنا محتاجين لا اما مدرب وطني لا اما بقى خبير عالمي، يعني نضحي شويه بس بدل الاخفاقات دي، لان يعني انا ما زال رايي انت برضو عندك خامات كويسه، انت عندك ناس بتلعب في انجلترا وناس بتلعب في تركيا وناس بتلعب محترفين يعني في المانيا وناس فعندك خامات وعندك ناس، بدليل الراجل زي ما قلنا لما اشتغل على شويه خامات في كاس العرب اظهرهم، يعني ما نقدرش ننكر انه طلع مهند لاشين، طلع احمد رفعت، طلع حسين، طلع محمد عبد المنعم، طلع كمال، طلع عينينا احنا بس يا فندم. مساله انه طلع هو ده له فرص بس حاجه بالفرص عنهم ساعه الجد. انا دي يعني فكره انه كل الاسماء دي ما كملش منهم غير محمد ابراهيم محمد عبد المنعم، ولولا اصابته كان هيكمل. بس محمد عبد المنعم ما هوش يعني جاي من المجهود، هو في النادي الاهلي هو لعيب منتخبات طريقه مرسوم، بس يمكن كان التوقيت النادي الاهلي كان يعني من السنه الجايه يبتدي يفكر فيه، هو اختصر لنا الوقت وهو نضج بشخصيته. بس رايي برضو ان واضح ان علي ماهر عمل معاه شغل كويس وعلي انما مصر كلها تبقى شايفه ان ناحيه الشمال عندك محتاج واحد زي محمد عبد القادر وما يخلو. احمد عباد طب ما هو انت محتاج لعيب عنده حل فردي. طيب انت محتاج فرود، مش عشان انا كنت متوقع يعني، حتى كنت في اللقاء مع الزميل تامر امين بيقول لي مين ناقصه المنتخب، قلت له احمد عباد. صحيح، كنت بقول ناس كتيره كانت متوقع احمد عباد. احمد عباد فعلا لعيب طعمه مختلف، لا لعيب ومهم، وبعدين لعيب كمان على عكس كل اللعيبه المهاريه، يعني اللعيبه المهاريه دايما معروفين بقله اللياقه، ما بيرجعش ورا كتير ومش عصب، الواد عصب يعني انا سمعت وإيجابي. ايجابي يعني لان انا كنت قلقان وكنت باستمرار بوجه له رسائل، لان انا يعني متابعه من الناشئين وخصوصا لحظه خروجه الى تشيكوسلوفاكيا. كنت بحاول ان هو يعني ما يروحش، لكن هو في الوقت ده ما اتعاملش بالطريقه اللي تخليه يقعد. يعني فهو راح جرب ورجع النادي الاهلي. فانا تملي كنت بحب اوجه له رسائل، اطمنت جدا من كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح ولا اول امبارح، قال لك لعيب قلقان على نفسه، بيشتغل انه وزنه ما يزيدش، بيشتغل على الباور، بيشتغل لا باين عليه. انا برضه باخد بالي من لعيبه وهم بيخرجوا في عز تالقهم، وده حصلت معاه كذا مره خرج، فتشوف تعبيراته وهو خارج، لعيب محترف. اذا بالك مش ربنا يستر على كلامنا عليه، انا بخاف لا من الاشادات. لا ما تلاقوش مقير، لان هذا لاعب بيحاول يدي انطباعات، لا لعيب محترف، يعني معنى محترف بمعنى ان هو لعيب ملتزم، عارف ان هو في ماسك. عز يعني مثلا الجماهير امبارح انا كنت في الاستاد، الجماهير وهي خارج تصفيق غير طبيعي لاحمد ابو قادر. طبعا واخد بالك، وعلى عكس كل اللي خرجوا. طيب لك يعني مش انا بمناسبه الجماهير يا استاذ ابراهيم، ليا مش عارف هتتفق ولا تختلف معايا، رفقا بلعيب النادي الاهلي، رفقا بالنادي الاهلي، رفقا بان احنا نبقى في قمه الاشاده مره وفي قمه الهجوم مرات. يعني انا بخاف. لا انا بختلف معاك بس معلش والله يا محمود بيه. الناس ما كانتش تنتقد الاهلي طبعا، لا شيء، لا 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 ده مش نقد، وبعدين الاهلي ده يا فندم، مش يا فندم الاهلي مش ناقصه اللي ينتقده، الدنيا كلها بتنتقده. فانا جمهوره يهدى شويه، ادفيه، انا ادعمه، انا بقولش ان انا اقول كل حاجه وردي، بس كمان ما يبقاش اللعيب عندي بيجيب اجوان وبيعمل وبتاع وانا عمال افكره بالفرص اللي ضاعت. انت نادي بطولات والناس يا فندم، ما احنا وانا ما بكسبش بطولات. معلش يا باشمهندس، بقى انا اصل ده بيبقى دايما مشاعري واحساسي ان الاهلي طول الوقت بيبقى بطولات، فلما بيجي يحصل انتكاسه ولا بتاع الناس ما بتتحملهاش. لا برضه بيحصل انتكاسات لما مثلا الاداء ما يعجبكش، اصل الاهلي قصه الجماهير، وده اللي البعض بيحاول يوصله. لا جماهير الاهلي بتتضايق. طب انت قلت كلمه تسمح لي ان انا استخدمها ضدك. اتفضل. قلت ده لعيب محترف. لا لما نتكلم ما نتكلمش بمشاعرنا، نتكلم باحترافنا. انا ما اقدرش اوبخ ابني وانا شايفه ذاكر بس جاله شويه برد، سخن ليله الامتحان، يعني ما عرفش يجاوب على سؤال، ان انا اوبخه كتر البليم، كتر التوبيخ،
مش دي طريقه الاصلاح، ده مش نقد يا فندم. لا الاصلاح اقول له ايه، مستني منك اكتر من كده. انا لما الجماهير ان شاء الله ستعود للملاعب وستعود بسلوكياتها الطيبه والجميله، اعتقد ان هتلاقي اللعيبه بتتكون. وبعدين مش ضروري الهوا كده، وبعدين يا محمود بيه رفض طبيعي مش يعني امبارح لما تسمع هتافات الجماهير يقول ده انا بدفع شويه تعمل. يدلعوا شويه يقرصوا يعني هم نفسهم النبض اللي هو الطبيعي شويه يلاقوا اللعيبه الفرقه مريحه فيروحوا داخلين شويه يلاقوا يروحوا رافعين. انا اقرص في حاله واحده، لو حسيت بتقصير او لعيب حياته بره مش منضبطه اقرص، واقرص جامد. انا كان في لعيبه تبلغنا فلان الفلاني شوهد في الحته الفلانيه وكنا بنتصرف، فانا دي انا معاه، لكن لعيب مش موفق، لعيب ضيع ثلاث فرص. هو محمود بيه، انت عايز تعود، طب انا سالك سؤال، عايز تعود جماهير الاهلي ان الاهلي ممكن يستغنى عن بطوله بسهوله؟ ليه ويستغنى ليه يا ريس؟ ايوه لانه حصل تقصير، لعيب اتدلع، لعيب مش عارف ايه، اخطا، المدرب غير تغييرات غلط، تنازل تشكيل غلط، ده لما يحصل. بس انا ما بيبقاش فيه لعيب انا بتنشا انه يقف على حيله ويبقى مكسبني وجاب جون وما اقفش. لا طبعا الناس، ما بقول لحضرتك امبارح احمد عبد القادر الناس محتفيه بيه. احمد عبد القادر مين اللي جاب الجون؟ انا مالي ومال احمد اللي جاب حسين شحات. طيب. بس الاحتفاء كله راح لاحمد عبد القادر. وليه ما يروحش لحسين؟ يروح لحسين كمان، بس ما انت مهاجم حسين. انا عامل المجهود الكبير في الجون يا محمود، عامل المهاره كده 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 كده، اسمحوا لي، مختلف جدا جدا جدا. وهو ده بقى ده اللي انا مختلف عليه الحوار ده. مين اللي محتاج الدعم؟ احمد عبد القادر ياخد التسقيف. حسين الشحات اللي انا عمال الومه والومه الومه، لما ليه اتصرف بحنكه وهدوء وثقه ومهارة. ايوه الناس سقفت له برضه. بس انا بكلمك على اللي خرج. طب اللي خرج دخل ما خرجش. لا شوف تعليقات في بعض الناس اتفقت ولا